بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية وقد أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته للعاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل بقياده جلالته الحكيمه مشيدا جلالته رعاه الله بالعلاقات الاخويه الوطيده التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في شتى المجالات في ظل الشراكه الاستراتيجيه التي تجمعهما